مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا.